بعد 4 أشهر من زراعة أول شريحة في الدماغ البشري، والتي أثارت تفاعلاً عالمياً مع التقنية التي أطلقها الملياردير إيلون ماسك، بدأت أولى العلامات والأعراض الجانبية بالظهور على أول إنسان حامل لهذه الشريحة في دماغه. كانت البداية بإعلان شركة نيورالينك للتكنولوجيا العصبية التي أسسها ماسك مع 8 رجال أعمال آخرين عن نجاح زراعة شريحة دماغية تحمل اسم تليباثي لدى أول إنسان في يناير 2024 لشخص يعاني بالأساس من شلل رباعي على أثر حادث تعرض له، حيث نالت هذه الشريحة صدى ودهشة كونها مكنت حامل الشريحة من التحكم في الهاتف أو في فأر الكمبيوتر بمجرد التفكير فقط. لكن هذه الشريحة بدأت مع مرور الوقت بإعطاء إشارات سلبية تمثلت بمشاكل في الزراعة وانخفاض في سرعة ودقة حاملها بالتعامل مع الأشياء، حيث أعلنت الشركة مطلع شهر مايو 2024 عن حدوث أمور غير متوقعة في عملية الزراعة التي تمت في دماغ نولاند إيربو بعد ظهور مشكلات في نقل البيانات من دماغه بسبب خروج عدد من خيوط الزراعة وفقدان بيانات مهمة دون توضيح للأسباب من قبل الشركة، والاكتفاء بذكر أن حالة متلقي الشريحة لا تزال خارج دائرة الخطر. وبالعودة إلى هدف الشركة من صناعة هذه الشرائح، فقد تمثل بتحسين القدرات البشرية ومعالجة الاضطرابات العصبية مثل مرض التصلب الجانبي الضموري ومعالجة الأشخاص الذين فقدوا أطرافهم عبر إقامة علاقات تكافلية بين البشر والذكاء الاصطناعي لتمكينهم من التحكم المباشر في أجهزة الهواتف والكمبيوتر بمجرد التفكير فقط. تعتمد تقنية الشريحة على زراعة تعرف باسم الرابط، يتم وضعها بعملية جراحية في المنطقة المسؤولة عن التحكم بالحركة في الدماغ، حيث حصلت هذه التقنية على الضوء الأخضر من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في عام 2023 لبدء التجارب الفعلية على أدمغة البشر بعد أن تمت تجربة الشريحة التي تعمل على البطارية وتشحن لاسلكياً على عدد من القرود. النتائج غير المتوقعة التي تعرض لها أول حامل لشريحة دفعت الشركة إلى إجراء تحديثات لخوارزمياتها أسفرت عن تحسينات في معدل نقل البيانات الدماغية، إلا أن الشركة تواجه دعوات للتدقيق ببروتوكولات السلامة على حياة الأفراد في الوقت الذي قدم فيه مشرعون أمريكيون طلباً للتحقيق في احتمالية قيام إيلون ماسك بتضليل المستثمرين بعد أن أظهرت سجلات البيطرية تعرض بعض القرود التي زرعت الشريحة في أدمغتها للشلل وتورم الدماغ، فضلاً على توجيه اتهامات بانتهاك الشركة لقواعد وزارة النقل الأمريكية المتعلقة بنقل المواد الخطيرة. رغم التحديات التي رافقت أول عملية زراعة شريحة في الدماغ البشري، إلا أنها مثلت بريقة أمل لملايين البشر مما يعانون من مشاكل صحية خاصة، فيما يأمل الفريق المطور لهذه التقنية تجاوز العقبات التي رافقت العملية الأولى من نوعها والعمل على رفع قدرة تلك الشرائح بمعالجة مشاكل بعض البشر.